لا ولا شيء، بس متضايقة لأنه سميحة سافرت. فعلاً فعلاً إلى وحشة. كنتي حابة تروحي معها ما؟ أي حدا بيتمنى أنه يسافر، في حدا بيصح له بيقول لا؟ خلاص بوعدك أخذك أحلى مشوار على تركيا، بس مو هلأ، بعد. بعد شو؟ بعد ما نتزوج. من حسابك شهر العسل رح يكون هنيك ها؟ يعني بلش ضب أغراضي من هلأ؟ تعرفي نور؟ ما بعرف ليش قلقان. من شو؟ صراحة من شوفت أبوك اليوم. بالعكس، وسيم بابا كتير جنتل وظريف وطيوب، وبعدين أنا حكيت له عنك كتير. ولا لحظة لحظة لحظة، لتكون تراجعت أو غيرت رأيك؟ نور بدي إياك بموضوع ضروري كتير. إيه؟ بعدين بعدين. ألو شو؟ وين رحتي؟ ولا شي، بس هي ميديا عم تحكي معي. وشو بدها ميديا؟ مو عارفاني انه نحن عم نحكي مع بعض؟ شو؟ بلشت الغيرة من هلا؟ لك لا، غيرة شو؟ بس بتصدقي نور؟ لو طالع بإيدي اني ضلني عم بحكي معك 24 ساعة ما بقصر. معناها حاجة تتردد وروح اليوم على الموعد؟ لا، ومين قال لك اني متردد؟ انتي بس جهزي حالك لأنه الخطوة بعد كم يوم. كيف يعني بهالكم يوم؟ ما بلحق. وليش ما بتلحقي؟ ليش شو بدها القصة يعني؟ لحظة لحظة حبيبي، يعني انت بس روق علي شوي، لأنه القصة بدها كتير ترتيبات، وبعدين سميحة مسافرة، والله إذا بعمل الخطبة بغيابة والله بتنجلت المخلوقة. وأنا كمان بنجلت إذا بدي استناها. إيه سلامتك من الجلطة.